بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده. كلام في الطب، كلامنا دايما في الصميم، كلامنا دايما في العلاج. مش بنقول ولا بنشخص مرض، لكن بفضل الله بنحاول نوصل لحل المرض. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا. احنا يعني ايه تاخر انجاب؟ بس خلي بالكم، عشان تاخر الانجاب في حاجه ما يسمى الخصوبه. لو الخصوبه دي عاليه عند السيدات او عند الرجال، نعرف ان احنا ان شاء الله هيحصل حمل بامر الله بنسبه كبيره. حلقه النهارده من الحلقات المهمه ان ربنا عز وجل ما انزل الله من داء الا وانزل له الدواء. اذن لكل داء دواء. طب لكل داء دواء بيكون معانا احد المداوين او احد الاطباء او احد المتميزين في علاج الكثير من الامراض بالطب التكميلي او الطب ما يسمى الطب الشمولي او الطب النبوي او الطب القديم او الطب الصيني. كلها مسميات اطلقت عليه لنجاحه، فالصقت بالاشخاص نفسها. الابر الصينيه معروفه بالاسم الابر الصينيه، وليها علاجات كتيره جدا وبتعالج بشكل كبير. الحجامه هنتكلم فيها وهنعرف من ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد بكر، استشاري علاج الطب التكميلي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور محمد، بتنورنا وتشرفنا. ربنا يبارك فيك. كتر خيرك. تميز حضرتك بفضل الله في كثير من علاج الامراض الكثيره. وجودك دايما في دول شرق اسيا او في الصين، اعتمادك على التركيبات او الوصفات او ما قيل عنها التركيبات العربيه، وجود المركز بتاع حضرتك ونسب حالات النجاح الكبيره بفضل الله. فالنهارده عايز اتكلم مع حضرتك في حاجات كثيره. ليه دايما اشوف الدكتور محمد البكري دايما بيتكلم على الحجامه، الابر الصينيه، العلاج بالضوء، دايما بتتكلم على العسل؟ عايز اعرف بس من حضرتك ازاي بتقدر تعمل تجميعه علشان نوصل لحل المشكله دي او نجاح نسب الحالات، سواء في كل الامراض اللي احنا شفناها مع حضرتك على الشاشه وشفنا المرضى متواجدين معاك، ازاي بنوصل التجميع دي كلها تحصل او نوصل لنسب نجاح عاليه بفضل الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه خلينا نقول ان في اخر 30 40 سنه 70 80% من الدكاتره بقى بيتعاملوا مع المرض على انه عرض، والمرض ونعالج العرض وخلاص، ويفضل المرض عند المريض. لا المريض عارف هو بيشتكي من ايه، او ولا سبب شكوته ايه، ولا الدكتور عارف يقف على سبب المرض ايه. ولو واقف على سبب مرض الدكتور، هو مش عارف الـ 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 يعني طريقه العلاج السليمه للمرض ده ايه، عشان ننهي اللوغاريتم او ننهي الاحساس اللي حاسس بيه العيان. وتدخلات كتير جدا من جراحين، وتدخلات جدا من اساتذه، في جم قدام امراض معينه ووقفوا مكتوفي الايدي. احنا جينا لما شفنا بصينا على الحجامه، بصينا على الابره الصينيه، لان الحاجات دي بالبلدي كده بتجيب من الاخر مع العيان، بتجيب من الاخر مع المريض. بس بدأنا قلنا خلاص نشتغل بيها ونجرب حالات معينه ونجرب على حالات معينه. هي الحجامه والابر الصينيه او الطب التكميلي نسب نجاحه نتيجه مشاهدات ونتيجه حالات كثيره، ولا نتيجه ان اثبتت اشياء معينه يعني العلم؟ لا بالمشاهدات. احنا قلنا قبل كده من كان استاذه كتابه وغلب خطاه صواب. مش بالمشاهدات، هي بالتجارب. كويس. هي تجارب وتحاليل قبل وبعد واشعاعات قبل وبعد. يعني احنا عندنا مرض ضمور العضلات مثلا، هنتكلم عنه. مرض ضمور العضلات من اشهر الامراض اللي بقت في اخر 30 سنه مشهوره جدا وموجوده جدا، وللاسف ما بقاش. كان زمان الاول لما المريض ينزل، لما الطفل ينزل عنده ضمور في 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 من اثناء الولاده، يعني فتره الولاده، كان التشخيص كان بيبقى سهل. لكن بس دلوقتي احنا يمكن يعني انا معايا حاله كان بدات جالها الضمور 22 سنه. لا اله الا الله. بعد جالها الضمور 22 سنه، بعد حاله جواز 22 سنة. هنا برضو الطب وقف مكتوف الايدي في الجزئية دي. احنا لما جينا اشتغلنا بابر صينية، جينا اشتغلنا بحجامة، جينا اشتغلنا ببعض محفزات الدورة الدموية في المكان دون، بينا اشتغلنا ببعض محفزات جهاز المناعة. الضمور بيحصل في منطقة معينة، في جزء معين مثلا من ولا في الجسم كله؟ احيانا بيكون عندي ضمور كلي. تمام. شلل كامل في الدراعين وفي الرجلين. تمام. بس احيانا يمكن الحاله اللي بتكلم عليها مثلا دي او بضرب بيها مثلا، ده كان ضمور نصفي الشلل بس في الجزء السفلي بس. واحيانا بيصاحب الضمور دون خلل في وظائف
الجهازين البولي وال صحيح بيحصل خلل عندي، ما بيتحكمش في البول البول والبراز كويس، بس ده كله خلل، مش خلل بقى، هو فيروس دخل دمر جهاز المناعه. بس الفيروس دخل دمر جهاز المناعه زي مثلا اللي حصل في العالم كله دلوقتي، وفيروس كورونا والعالم كله واقف مكتوف الايدي. احنا مش هنقول عاملين مصل ضد الفيروس، بس احنا عاملين مصل بفضل الله مناعي كويس جدا. تمام، ده شغال في العيادة عندنا كويس جدا، ونحن بنقدمه هديه للشعب المصري كمان بمناسبه افتتاح ربنا يبارك المصل ده. حاجه عاليه جدا بفضل الله. طيب بمناسبه افتتاح المركز هطلع فاصل وارجع لحضرتك، نرجع للكورونا والمركز. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني نتواصل مع الدكتور محمد البكري، تابعونا. رجعنا لكم بعد الفاصل لنتواصل مع الاستاذ الدكتور محمد البكري استشاري العلاج بالطب التجميلي والنباتات الطبيه، وبنرحب بيك مره اخرى دكتور. اهلا بيك. قبل الفاصل اتكلمنا على حاجه مهمه، انتشار او ما يسمى فيروس كورونا، عايزين نعرف الوقايه منه وايه اللي حضرتك ممكن تعمله علشان لو جه كورونا نقول له اهلا وسهلا ناخده بالاحضان. احنا برضو ما كناش واقفين زي العالم الغربي او زي العالم اللي موجود معانا حاليا، واقفين نتفرج ومستنيين الفيروس يجي. احنا بقالنا عشرات السنين بالنادي بمضادات الفيروسات كويس، بالنادي بتقويه جهاز المناعه. تمام، بس انا هنصح بس في دقيقه كده عشان قبل ما نخش في موضوعنا، يوميا بعد وجبه الفطار كوبايه ينسون عليها نص ليمونه. كوبايه ينسون عليها نص ليمونه ماشي. دي بتعلي معايا شغل جهاز المناعه قوي. تمام، وبتبقى مضادات عاليه جدا للفيروسات كويس. وبنقول ان هي هي مضاد للفيروسات، انا سهل اكون حامل فيروس لكن مش اذي ليا، بس اذي لغيري. عشان كده كلنا لازم ناخد مصل جهاز المناعه ده، اللي هو احنا بننصح بيه ورخيص جدا وبسيط جدا، اللي هو الكوبايه تنسون عليها نص. كوبايه تنسون عليها نص ليمون، مصل جميل وبسيط وموجود في كل بيوت. موجود في كل بيوت. طيب الحجامه بيبقى ليها كاسات معينه او مواضع معينه خاصه بيه المناعه ان تقاوم الفيروسات منها فيروس كورونا؟ ايوه طبعا، جهاز المناعه احنا بنشتغل على 8 مناطق او 8 مسارات موجودين في الجسم خاصين بجهاز المناعه. تمام، دول بيعملوا عن الريفليكشن كويس جدا للدم في جهاز المناعه. بنقول ان مدتها برده ما تزيدش عن 25 يوم، كل 25 يوم لتقوية جهاز المناعه. بنقول برده ان عايزين نعمل تجانس بين الحجامه والعسل، بمعنى بين الحجامه والعسل الاثنين مع بعض لجهاز المناعه، والاثنين اقوى مضاد للفيروسات في الدنيا. سبحان الله، في الدنيا اقوى مضاد للفيروسات الحجامه مع العسل. يعني احنا قلنا مثلا الحجامه كل 25 يوم، لو قلنا مثلا العسل معلقه واحده على الريق يوميا مش اكتر من كده، معلقه. وطبعا موضوع معلقه كوبايه ميه ده في اول مره اسمع عنه يعني، وسمعت ناس كتير بتتكلم فيه بس ما حدش عنده سبب علمي ليه. لكن انا عندي اسباب علميه بقول لا، يعني العسل لما بينزل على الميه الدافيه بيفصل بيفصل خاصيته يعني. لكن انت معلقه عسل عاديه خالص. تمام، يعني لو احنا لو مش مستصاغه بنقول على كوبايه زبادي. تمام، بس طيب في المركز حضرتك دلوقتي انا بشتكي مثلا من الام العمود الفقري، فحضرتك بتعمل لي الحجامه او الابر الصينيه المسارات بتاعتها، هل حضرتك ممكن تعمل مسارات او تضيف مسارات خاصه بالمناعه في الفتره اللي احنا فيها دي تبقى انت خدت اجر؟ احنا عندنا العمود الفقري الام العمود الفقري كويس، دي احدى مشاكل العمود الفقري. احنا عندنا اكتر من 7-8 مشاكل في العمود الفقري. تمام، بس الام العمود الفقري مشاكل الفقرات نفسها، هنوزع بقى الفقرات بقى كلها قطنيه عنقيه الغضروف الكلام ده كله، مرورا بالركبه مرورا. يعني دايما لما بيجي، وانا بحب قوي الدكتور لما يجي مثلا عيان يروح له فاقول له انت عندك مشكله في الغضروف فهنعمل جراحه. كويس، طب جراحه ايه؟ طب انا عندي ايه في ظهري محتاج جراحه؟ لان في بعض الجراحات لما تدخل العمود الفقري بلاش نقول بتعمل عجز، بس هي ما بتضيفش جديد، عشان ما حدش يزعل مننا، ما بتضيفش جديد في العمود الفقري. ما بتضيفش جديد خالص. فعشان كده احنا بنشتغل بتجديد الدوره الدمويه عن طريق الحجامه. تمام، عن طريق الابره الصينيه، عن طريق حاجه مدخلينها بقى لها فتره في مصر، بس احنا بفضل الله مدخلينها بعلم ومدخلينها بدراسه ومدخلينها بشهادات، ما احناش مدخلينها زي البدو وما شغالين بيها، عن طريق لسع النحل. سم النحل. هايل. عن طريق لسع النحل، احنا مدخلينه كماده خالصه جوه تركيبتنا. الله، يعني ماده خالصه تحقن او ماده خالصه توضع في المنتج نفسه. احنا بفضل الله شغالين يعني وصلنا بفضل الله لمرحله ان احنا بنحقنها كمان. ما شاء الله. احنا بفضل الله بنحقنها في الفقرات نفسها، شغالين بيها بتجارب بشهادات
كويس. بحالات معانا موجوده. هايل يا دكتور، ربنا يبارك. طيب اتفضل. بخصوص المركز بقى والافتتاح الجديد، ببارك لحضرتك في شارع مصر والسودان في حدائق القبه. اه طيب، ايه اللي حضرتك تقدمه لمشاهدينك او محبينك؟ احنا عاملين هدايا كده مدينه للشعب المصري والشعب العربي عامه، لان احنا برضه بيجينا الناس من بره. عاملين شهر مجانا كشوفات الكشفي كله. حضرتك يعني رافع ايدك عن اجرك يعني؟ لا، شهر كامل احنا متبرعين بيه الاجر ان شاء الله. تشكر باذن الله يعني. وبرضه في هدايا ثانيه غير الشهر يعني، اللي بيجي المركز ان شاء الله بيشوف هدايا ثانيه غير موضوع الكشف يعني. طيب، يعني الكشف مجانا يعني لمده شهر في مركز الحكيم الدكتور محمد البكري، تقدروا تكشفوا، تشوفوا نفسكم. كل اللي واحد عنده المناعه قليله، عنده مشاكل في العظام في العمود الفقري، بيقدر يتوجه الى مركز الحكيم. الارقام ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، بيقدر يعرف مواعيد تواجد الدكتور محمد البكري في المركز والاطباء المساعدين. يتوجه الكشف مجانا، هو الراجل هديه للشعوب العربيه كلها. نستكمل مع حضرتك الخصوبه. حضرتك قلت ان الحجامه او الابر الصينيه او انا العسل ليه دور كبير جدا في زياده الخصوبه. خلينا نقول، نبدا الاول بالفيميل. ايه دور الحجامه مع الست او مع الفيميل؟ بنقول ان بعد سن الياس، بعد انقطاع الطمس، الوسيله الوحيده لاخراج الدم الفاسد من جسم الام دي او الست دي هي الحجامه. سبحان خلاص الله. انا الدنيا قفلت عندي، مفيش اي وسيله لاخراج دم فاسد، فبتوجه للحجامه فقط. بس طب دورها ايه في عند الست العاديه؟ بنقول ان هي بتزيد من المستقبلات الجنسيه، بتساعد على زياده المستقبلات الجنسيه بس، فبتزيد من النشوه، بتعمل على تاخير النشوه الجنسيه، فبالتالي بتعمل لي تنام عمليه جنسيه ناجحه، تنجح لي عمليه جنسيه، فبالتالي بيبقى عندي خصوبه عاليه. عندي خصوبه عاليه، بالتالي ما بلاقيش مشاكل عندي في موضوع التبويض، في موضوع الاخصاب نفسه. فبيبقى عندي هنا انا متلاشي اي مشكله هتقابلني في العقم عند الست دي بالنسبه للمراه دي. كويس. دي الحجامه. بالحجامه فقط هي اقوى شيء للخصوبه. احنا بنقول هي بتستعمل العسل تحفيز المستقبلات الجنسيه عند المراه. تمام. بس فبالتالي انا اتنام عليه عمليه جنسيه ناجحه. طيب. مش عندي مشاكل في التبويض، مش عندي مشاكل في اي حاجه خاصه باضطرابات الدوره الشهريه، باي اضطرابات خاصه بالمراه. تفيض في الدوره الشهريه، في سيده الدوره بتاخر شهر واثنين وثلاثه واربعه. بتتظبط؟ احنا قلنا هي بتعالج حاجه اسمها الضمور المهبلي. تمام. في حاجه اسمها ضمور مهبلي. علاج الضمور المهبلي ده بيحفز عندي افراز هرمون التستيرون اللي هو عندي بيشتغل حلو جدا في موضوع مستقبلات الحمل ومستقبلات الخصوبه، فبالتالي موضوع الدوره الشهريه بيظبط جدا مع الحجامه. واحنا فاضل يعني 30 40 50 مركز على مستوى الدنيا كلها شغالين بحجامه، لكن احنا شغالينها بعلم. انا شغال حجامه بابر صينيه، مش شغال حجامه لوحدها. كويس. شغالين حجامه مع ابر صينيه، شغالين حجامه الجافه مع ابر صينيه، حجامه دمويه مع ابر صينيه. والمتخصصين في الامور دي فاهمين اللي بيخرج من بقي ده قيمته قد ايه. بتجمع الابر الصينيه الدول شرق اسيا مع الثقافه العربيه او الحجامه، الاثنين بيبقى الكاسات في نفس المواضع او الكاسات ليها اماكن، الابر الصينيه ليها اماكن، بتشتغل الحجامه كل الاول وضع كل إبرة. والابر الصينيه بعد الحجامه ولا بالظبط؟ احنا بنشتغل الثلاث حالات، بنشتغل حاله ابر صينيه بس. تمام. حاله ابر صينيه مع الكاس. تمام. حاله الكاس بس. تمام. حاله الكاس بعد الابر الصينيه، حاله الكاس قبل الابر الصينيه. كويس. كل حاله وليها تشخيص، وكل ظروف مرض وليها تشخيص، وده اللي بيفرق ما بين لما قعدنا هنا قبل كده وقلنا الدكتور الحازق اللي هو فاهم، وبين الدكتور الحافظ. ده اللي بيفرق ما بين ان انا بعالج مره واحده وبعالج سنه سنه، باخد المرض بوزعه. عارف اتعامل مع المرض ازاي؟ لان المرض ده احنا قلنا ان هو المرض ده شيء جميل على فكره، لما يصاب البني ادم باي نوع من انواع الامراض فده جسمه شغال كويس. يعني البني ادم اللي درجه حرارته مثلا عليت، درجه حرارته عليت، ده كده جهاز المناعه عنده شغال كويس، بنعمل عمليه ريفريش لجهاز المناعه. ليه؟ ان هو اللي جهاز المناعه هو اللي هيبدا يتعامل مع درجه الحراره دي، درجه الحراره العاليه. بغير ما احنا بنقول ما نديش للطفل اي حاجه للسخونيه في اول يومين، نبدا نقلق في اليوم الثالث. ليه؟ خلي جهاز المناعه يشتغل، خلي جهاز المناعه يقوم بدوره اللي هو مضاد الفيروسات دي.
عشان كده احنا كل شغلنا اللي بنديه مع اي تركيبه سواء عظم سواء بواسير سواء اي حاجه في الدنيا لازم بنشتغل على جهاز المناعه. تمام. طيب معانا اتصال. استاذ اماني اهلا وسهلا بحضرتك. طيب شكرا شكرا ليكي. معلش الخط فصل. عندنا حاجه تاني برضو استكمال سؤال حضرتك. بعد قرار الولاده فبيحصل حاجه عندي اسمها سقوط مهبلي. كويس. سقوط مهبلي من اكتر حاجه بتعالج موضوع سقوط المهبلي ده عند المراه هي الحجامه. سبحان الله. تكرار الولاده الطبيعيه. سبحان الله. بيسبب عندي حاجه اسمها هبوط مهبلي. ده بيسبب الم في منطقه الحوض عند الفيميل عند المراه. بس بيسبب مشاكل كمان في الافرازات. بيعمل عندي مشكله اللي هي تاخير حمل بقى. مش عقم. فالحجامه بفضل الله بتبدا معانا في علاج الموضوع ده من الامراض. طيب معانا اتصال استاذه هاله. اهلا بيك يا استاذه هاله. ايوه اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ تمام بخير. لو سمحت بس استاذ محمد عايز اسال الدكتور. معاك الدكتور محمد البكر اتفضل. تمام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور انا بقالي 3 سنين متجوزه. تمام. ولفينا على دكاتره كتير. انا جوزي عنده ضعف حيوانات منويه وانا عندي فكنت بسأل بس حضرتك لو احنا عملنا الحجامة دي بس هتنفع معانا وهيحصل حمل. انت عملت تحليل يا فندم طلعت النسبة كام عند حضرتك؟ النسبة هو عنده 3 مليون. تمام. تمام؟ تمام. في سؤال آخر؟ لا شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا مدام هالة. شكرا ليك. إن شاء الله ربنا يطمنا عليك وعلى زوجك. طيب هو عنده ضعف في الحيوانات المنوية والعدد. دي حاله يمكن الحالات الشائعه قوي اللي موجوده ويمكن من الحالات الشائعه اللي هي بالنسبه لنا علاجها بقى ثانوي يعني. احنا الحاله اللي بنشتغل عليها لو هو العلاج سهل يبقى خير. ده بالنسبه لينا ولبيوتنا تبقى العمليه صعبه جدا. بص انا اصعب مريض اقف قدامه واقول يا رب يقف معايا في المريض اللي هو ما عندوش حاجه خالص. ده اللي ابدا اشتغل عليه. لكن المريض اللي هو عنده 2 مليون 3 مليون ده لا انا سهل جدا والله. واتحسب على الكلمه دي ان يوصل معايا من 12 ل 16 مليون اللي هي النسبه المرضيه ان شاء الله. بس فدي ان شاء الله الموضوع سهل جدا. بس هو يجي لنا ان شاء الله في حجامه وفي الابره الصينيه وفي التركيبه اللي احنا عاملينها للشغل. طيب ضعف الحركه بيتحسن مع العلاجات يعني ضعف الحركه حضرتك بتعتمد في العلاج بالتركيبات؟ ضعف الحركه مع الحجامه رقم واحد. ضعف الحركه مع الحجامه والابره الصينيه مع جزء مثلا 30 40% على التركيبه اللي احنا شغالين بيها. بفضل الله كده احنا مقسمين النسب 100% ان شاء الله تبقى نسبه جميله جدا ما شاء الله. 30 30 30 ان شاء الله. الحجامه عليها عامل كبير. عليها اكتر من 30. عليها عامل كبير. تمام. كان معانا حاله يعني اتصلت وان شاء الله تبقى موجوده معانا. وصل ل 9 مليون. بفضل الله. كان 3 مليون وفضل 9 مليون. انا قلت له ان شاء الله هو طلب ان هو يكون معانا عشان يطلع يتكلم. طب الناس بتستعجل دايما يقول لك انا طب خلاص وصلت 9 مليون طب روح اعمل حقن مجهري. حضرتك عشان حاجتين. لما بترضاش تكلفه ماديا وبتمنعه يعني طب ما يروح يعملها. مشكلتين. اولا تكلفه. تكلفه عاليه جدا. بس انا عايز المشكله انا اشتغلت على الستة مليون اللي ربنا كرمنا بيهم دول. اشتغلت بشيء معين. اشتغلت بامور معينه. لازم ابدا اضغط زي الفرق الكبيره كده لما يبدا يجيب جون ما يقفش يبدا يضغط تاني عشان يعزز الجون اللي جابه. انا لازم ابدا اضغط عشان اعزز 9 مليون دول وابدا اضغط بنفس شغلي. طب انا بقى الناس تبقى مستعجله عايزه تسمع الخبر. نتائج عكسيه. النتائج عكسيه خالص. نتائج عكسيه. ما احنا بقى لنا 20 سنه بنجري ومش بتشوفش النتيجه دي. لما شفتها في شهر او شهرين او 25 يوم زي ما بيقول. تمام. يعني مستعجل عشان تعمل حقن مجهري. طيب ما احنا انت هتفضل واقف فتره. انا ما اضمنش انا الفتره دي ايه اللي يحصل فيها. ما احنا عندنا بنقابل حالات كانت عندها حصل عندها خلفه وبعد كده حصل انتكاسه. تمام. ده من ايه؟ ما انت نفس ممكن نفس المشكله ممكن تصاب بنفس الامر. تمام. طيب معانا اماني. اماني السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. كنت بسال حضرتك انا عندي الفقره الثالثه والرابعه في ظهري. مليون سلام. الله يسلم حضرتك. فكنت عايزه اعرف هل الحجامه هتجيب معايا نتيجه كويسه يا فندم؟ طيب في سؤال اخر. عشان الدكتور كان عايز نعمل عمليه فهل الحجامه هتغنيني عن العمليه؟ عمليه انت حضرتك مش بتتحركي ولا بتمشي؟ لا بتحرك بس. طيب. مش الحركه اللي هي لان الفقره ضغط على العصب. على العصب. تمام. تمام. في شكوى اخرى؟
لا يا فندم، كنت عايزه اعرف بس اعمل كام جلسه حجامه بحيث ان انا اكون كويسه اقدر اخدم اولادي وكده. ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله. حاضر يا فندم، شكرا ليك. امين. احنا بنقول الحجامه طبعا رقم واحد في الموضوع العظم دون، تطشيط الدوره الدمويه في المكان نفسه. لما جينا شرحنا قبل كده الغضروف وفكرته ايه، لما قلنا الذكر والنتاية وشرحناها، والحجامه هي تجديد الدوره الدمويه في المكان دون مع الابر الصينيه. بنعمل عمليه اطاله لفقره الغضروف نفسها اللي هي احنا قلنا عليها الذكر، وبتثبت تاني في مكانها. تمام. طبعا مع تثبيت الوزن او مع انقاص الوزن مؤقتا كده بنقولها بس نستخدم زيت نعناع مع زيت زيتون، هنعمل بيه مساج قبل النوم، هيدينا برضه عمليه استرخاء كويسه جدا، وهيعمل عمليه تنميل العضلات في المكان دون، فيبقى الالم خفيف جدا ان شاء الله. طيب يعني زيت تدهن زيت نعناع مع زيت زيتون، الاثنين مع بعض الاثنين بنسب متساويه. تمام. هندفيهم يعني 20 30 ثانيه كده على النار. هايل. وبعد كده نعمل بيهم مساج اتجاه دائري واحد. كويس. مش دهان بس، اتجاه دائري واحد. طيب هي بتقول لك احتاج كام جلسه عشان احس ان انا كويسه، وهل ان شاء الله تستبدل ما تعملش عمليه؟ احنا ما فيش حاجه اسمها كام جلسه حجامه، احنا بنقول له تعالى. كويس. يجي يعمل جلسه حجامه، ده ضروري يعني. هو بعد كده بيجي لوحده كل شهر يقول انا عايز اعمل حجامه لوحده. صحيح. بعد الاحساس الفوري اللي بيحس بيه، الفوري مجرد ما ينزل من على السرير بعد ان تعمل بنتهم الحجامه، بعد كده هو بيجي يقول انا عايز، بيواظب عليها شهريا يعني. فهي اللي تيجي تقول انا عايزه كل شهر اعمل جلسه يعني. تمام. طيب ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام احمد، ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا ابني. اتفضلي يا فندم، تحت امر حضرتك. كنت عايزه اتواصل مع الدكتور. معاك الدكتور محمد البكري، اتفضلي يا فندم. معاك الدكتور محمد البكري. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضلي يا فندم. ايوه. لو سمحت، ابني رجله اليمين معوجه من عند الركبه. عنده كام سنه يا فندم؟ من عند الركبه. عنده كام سنه؟ الدكتور بيسال حضرتك عنده كام سنه؟ ده عنده سنتين. سنتين؟ طفل صغير، كويس. عنده سنتين. ممكن اجيبه لحضرتك؟ ايوه يا فندم، منوري. شكرا، شكرا. أيوة ليك. ام احمد اسمعينا عبر التلفزيون، هنجاوب حضرتك. ارقام مركز الحكيم الدكتور محمد البكري موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتعرفوا مواعيد تواجد الدكتور. وبنقول لام احمد ان الدكتور في بدايه الحلقه قال لمده شهر لاهلنا في مصر بمناسبه الافتتاح فرع مصر والسودان، المقابله مع الدكتور مجانيه. وتشرفي وتنوري في مركز الحكيم اللي بيقدر يستقبل الحالات. الارقام ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، احد المراكز المتخصصه بالطب التكميلي والعلاج بالحجامه والعلاج بالابر الصينيه والعلاج بما يسمى الجديد، ما هو سم النحل. ارجع لحضرتك تاني. طيب تسمح لي نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل الحوار مع حضرتك ونستقبل اتصالات الساده المشاهدين. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده كلام في الطب. دايما بنتواصل معاكم في كل ما هو الجديد في الطب التكميلي. دايما لما بتواجهنا مشكلات كتيره بنروح لكل الاطباء، بناخد الدواء العادي من الصيدليات، في الاخر يجي نسمع حاجه اسمها الوصفات، نبدا نستخدم الوصفات. لكن في الاصل هو طب اسمه طب تكميلي، اطلق عليه الطب النووي، الطب القديم، الطب الصيني، ليه مسميات كتيرة. وليه؟ علشان نجاحه في علاج كثير من الأمراض. علشان كده دايما بنستضيف أحد الأطباء المتميزين في هذا المجال، الدكتور محمد البكري، اللي برحب بيه مرة أخرى وبتنورنا دايما يا دكتور. ربنا يكرمك يا دكتور محمد. دكتور، احنا ما زلنا متواصلين. دايما الحجامة بيبقى ليها دور كبير جدا، بس احنا اتصال أم أحمد لينا قالت لنا في الحلقة يعني إن احنا ابن بنتها عنده الركبة فيها اعوجاج وهو عنده سنتين. هل الحجامة بتشتغل مع السنتين ولا الطب التكميلي بيشتغل مع الأطفال في السن ده بطريقة تانية؟ لا، هو صعب يبقى في تدخل حجامة معاه. كويس. هو صعب، لكن احنا في طبعا وسائل تانية. احنا لما جينا قلنا العلاج بالضوء، احنا كنا قاصدين بيه أمور تانية اللي هي بدائل للحجامة. تمام. العلاج بالضوء، العلاج بأشعة الشمس اللي هي توقيت معين لأشعة الشمس، احنا بفضل الله برضه موفرين طبيعي جدا عندنا. العلاج بتركيبات زائد في فيتامينات بنديها للحالات اللي زي دي. تمام.
بيبدا الانعواج ده كل ما بيكبر في السن، كل ما بيبدا هو ما بيكملش معانا، فضل ما يكملش معانا اكتر من 6 شهور يعني، يا رب بفضل الله يعني. طيب طالما اتكلمنا على الاعوجاج، الانسان منا بيبقى سليم ممكن تحصل له ما يسمى الجلطه. الجلطه دي بتسبب له شلل مؤقت، تسبب له النص يكون واقف، القدم، الرجل، هي هو وحظه زي ما بيقول. اسلم الطرق واسرع الطرق في علاج الجلطات ان هي بتاثر على الكلام، بتاثر على السمع، بتاثر على الحركه، على حاجات كتير، وانتشرت قوي بسبب زعل، بسبب الظروف اللي احنا فيها. ازاي نعالجها؟ احنا قلنا الجلطه الاول هو تجمع دموي، تجلط دموي بيجي في جزئيه معينه او جزئيتين. لما نقول جزئيه معينه بيسبب عند شلل نصفي، لو جزئيتين بيسبب عند شلل كلي، لو الوضع عندنا واسع شويه فبيسبب احيانا نزيف في المخ. رقم واحد في علاجه مع احترام الكامل بقى للرعايه المركزه، مع احترام الكامل لكل امور السيوله اللي شغاله، رقم واحد في علاجه الحجامه اللي بتعمل عمليه استبدال للدم اللي موجود. استبدال، انا في السيوله لما بندي سيوله، لما بندي كليكسان الدكاتره بنعمل ايه؟ بنجيب الدم ندخه اللي موجود جوه، نفس الدم اللي موجود. لكن انا بجدد الدم، الحجامه بتجدد الدم اللي موجود، الدم الفاسد. يطلع الدم الفاسد او التجلط اللي حصل في المخ بتحاول تزيله. هي عمليه استبدال الحجامه، مش موضوعها بنزيل دم فاسد بس، لا هي عمليه استبدال للفلتريشن للدم اللي موجود. سبحان الله. نسب الحالات النجاح في الحجامه لو قلت ان هي معديه 100% مش هكون ببالغ. الله اكبر. لو قلت ان هي معديه 100% مش هكون مبالغه. احنا بنشتغل برضو، بنشتغل على السيوله بس بندي امور سيوله طبيعيه خالص. بنشتغل بجلسات علاج طبيعي بس بنشتغل بها يدوي، ما بنشتغلش بها باجهزه. تمام. بنشتغل بالحجامه، بنشتغل على جزئيه الوزن بس. الحمد لله يمكن من اول يوم بنلحق موضوع الجلطه دون، بيبقى فيه نسبه تحسن عندي من بدايه اول يوم، من بدايه اول شغل. مرورا طبعا بمرور 3 أو 4 أيام بيبقى فيه ترجع لحاله. بنشتغل على الحاله الاول على موضوع العظم، بنشتغل عليها الاول، بعد كده نبدا نشوف موضوع لو في اعوجاج في البق عندي. بنبدا برضو على الامور دي عن طريق السيوله برضو، بس بندي سيوله طبيعيه. مش اي حاجه. طيب المريض الجلطه بياخد ادويه سيوله. الحجامه ما انت بنشفط الدم، مش بيبقى فيها خطوره؟ تخوفش؟ لا خالص. احنا عملنا الحجامه بفضل الله. ما دي بقى احنا قلنا بقى الفاهم ده العلم واللي حافظ. احنا عملنا الحجامه لمرضى سيوله، لناس بتاخد ادويه للسيوله عشان تظبط الدم ما ياخدش دواء سيوله. بفضل الله احنا عملناها بفضل الله ونجحنا فيها يعني. يا رب يا دكتور، يا رب ربنا ان شاء الله يطمنك. انا بذكر الساده المشاهدين ان مركز الحكيم الدكتور محمد البكري بمناسبه افتتاح المقر الجديد في شارع مصر والسودان، العنوان موجود عند حضراتكم، الارقام موجوده، كشف مجاني لمده شهر، يعني مقابله الدكتور مجانيه، تقدروا تتواصلوا وتعرفوا مواعيد تواجده. طبعا احنا بنشكره او بنشكر اي حد بيحاول يقدم ايد المساعده للغير. طيب الامراض الاكثر توتر البيت كله هو تاخر الانجاب. الزوج راح عمل التحاليل لقى عنده العدد قليل، الحركه ضعيفه، تشوهات، حاجات بتحصل موجوده عنده. السيده راحت لقت عندها مشاكل في الموبايل. ففي الاخر بتحاول حضرتك تحل الاشكاليه دي ازاي، وفتره قد ايه تقول معلش استحملوا معايا زي ما انتوا استحملتوا السنين دي كلها. لا احنا ما بنتكلمش في علاجنا بس في سنين خالص. الحمد لله احنا في علاجنا ويمكن معانا حالات حقيقيه وان شاء الله تبقى ليها دور معانا هنا في الحلقات. الحاج وحيد اتصل حقيقه يعني ووصل ل 9 مليون في خلال 21 يوم، وبعد ما اتصل في خلال 21 يوم وهو يعني مستعجل يعمل ايه. فالحمد لله ممكن انه يوصل ل 9 مليون والدكتور محمد البكري قال له ستوب، استنى، ما تستعجلش، ما تعملش عمليه. احنا في موضوع العقم دون طبعا احنا بنكون متحاملين فيه شويه على الراجل، لكن هي الفيميلز عليها عامل كبير جدا. كويس. واحيانا بعض العقم، كلمه عقم او كلمه ان ما فيش طفل في الاسره دي، نسب كبيره قوي، نسب كبيره بيكون سببها الزوجه. ليه بقى؟ نسب كبيره بيكون سببها الزوجه. يعني احنا قلنا امراض كتير عند الزوجه. الامراض في الموبايل، تمام. بس في اكسيد نيتريك ده بيفرزه الجسم وقت الجماع، بيبقى صعب جدا افرازه مع الاشخاص المصابين بمشاكل في الدم.
تمام. دور الحجامه بقى هنا اه هي بتعمل على افراز اكسجين النيتريك ده الله وقت الجماع، فبنجح لعمليه الخصوبه قوي، توصل معايا 100% نجاح الخصوبه عند السيده. الخصوبه تمام. ما عشان كده بنقول احنا متحاملين على الراجل في جزئيه العقم. لا عندي مشكله كبيره. الاخر احصائيه في العالم ان اسباب العقم الموجوده في العالم حاليا اكتر اسباب ليها النساء. النساء وذكروا بقى التدخين وذكروا حاجات كتير جدا من انزل ابو سلطان، بس مش دي الاسباب الحقيقيه. صحيح. لا في اسباب تانية. في اسباب تانية والحجامه كان ليها دور كبير جدا فيها. وابسين النتيج ده لسه يعني لسه يمكن مبتدئ العالم فيه. كان الحمد لله هايل يا دكتور. انا كده فهمت من حضرتك ان انت حاولت او جمعت ان انت لو هو العدد قليل والحركه مش قويه، بس لو خصوبه المراه قويه يحصل حمل بسرعه. يحصل حمل عندنا يعني خصوبه المراه القويه، وسهل ان احنا نوصل لخصوبه المراه القويه. يعني لو في مشكله عند الراجل حضرتك بتشتغل على السيده وبتشتغل على الراجل علشان تحل الاشكال الاثنين، عشان اوصل الاثنين درجه معينه هايل من حدوث حمل. هايل. طيب هاخد هناء وارجع لحضرتك. هناء اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا معاك الدكتور محمد البكر، اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور انا كنت متجوزه بقالي 8 سنين تمام، رحت لدكاتره كتير جدا وما لقيتش مشكله لحالتي دي. هو يعني الدكتور قال لي انا لما جوزي عمل تحاليل وكده طلع عنده نقص في الحيوانات وعنده تشوه وعنده ضعف حركه تمام؟ وانا بقالي 8 سنين عايزه بس الاقي حل للمشكله دي، يا ريت بس لو حضرتك وتعرف تلاقي لي حل لمشكلتي. هو الحيوانات المنويه العدد بتاعها 2 مليون تمام؟ وعنده نسبه تشوهات وضعف في الحرفه. تمام. تمام ان شاء الله. تمام يا دكتور. في حضرتك الحمد لله كويسه. لا انا الحمد لله، هو المشكله من عنده. طيب ولو الدكتور محمد البكري لقى لحضرتك الحل مكافئته ايه؟ مكافئته ايه؟ كبيرة طبعا، بس يا رب ربنا يا رب يعني يكون على ايده الشفاء ان شاء الله. طيب طالما قلت يا رب خلينا كده يا رب ان شاء الله على ايده يكون الشفاء. تقدر تتوجه للمركز، الارقام موجودة عند حضرتك. الدكتور محمد البكري بيقدم خدمة لمرضاه او مشاهدينه لمدة شهر مجانا الكشف في مركز الحكيم ان شاء الله في ميزان حسناته. ونتواصل نرجع تاني لحضرتك. هناء 8 سنين أزمة كبيرة يا دكتور. طبعا يعني احنا جاوبنا على أسئلة كتير، بس يعني من الحالات اللي لازم نشوفها الحالات اللي لازم تجينا ان شاء الله هنشخص بإذن الله وهنديها تركيباتنا وهنبدأ نعمل نشوف الحجامة هنشتغل فين بالظبط. هنشوف سبب تأخير ده. يعني 3 مليون انا مش عارف، يعني انا بقول انها شغلها معايا بالنسبه لي سهل، مش عارف هم يعني الدنيا ليه واقفه مع الناس. يعني انا سبحان الله سبحان الله، يمكن يعني اسباب بس ربنا يجعلنا سبب. طب نسبه التشوهات العاليه دي بتتحسن مع التركيبات مع الحجامه مع ابر صينيه؟ احنا قلنا يعني انا شايف دايما في كلام حضرتك الثقه في ان العدد هيزيد. ما هي الثقه دي منين؟ من نجاح التجارب. تمام. مش من التجارب. ما هي تجارب. أيوة. تجارب دي بقى هنفشل. لا من نجاح التجارب. احسنت يا دكتور. بس فاحنا بنقول لا ان شاء الله يجي واشوف نتيجه هائله باذن الله. يعني احنا بنشتغل بالثلاث اسلحه بتوعنا. تمام. نشتغل بالتركيبه بتاعتنا مع الحجامه مع الابره الصينيه. بعد توفيق ربنا ان شاء الله بالله نتائج هائله باذن الله. ونعم بالله. في بعض الامراض دايما بتبقى مزمنه وبتضايقنا. الامراض الجلديه. ثلاث حاجات كده نحس ان دايما ملتصقين ببعض. اكزيما، مش ملتصقين يعني بيسببوا بعض، لا بس الناس دايما تقعد تقول عليها بيبقى فيها ضيق كده. الاكزيما، الصدفيه، البهاء. تمام. لو بدانا من الاصعب او الشكل اللي الناس بتكرهه او بتتضايق منه هو البهاء، وهو ملوش حل. بهاء نقول صدفيه نقول اكزيما، الثلاثه بالترتيب. الثلاثه خلل في جهاز المناعه رقم واحد. خلل في جهاز المناعه. طيب هعرف من حضرتك بس معلش. حسن اهلا بيك يا حسن. اهلا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. لو سمحت انا عايز اسال سؤال بخصوص العصب البصري يا دكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. لو سمحت انا عندي ضمور جزء في العصب البصري، في علاج عند حضرتك؟ اسمع كده يا فندم. تعالي التلفزيون عندك. هلا.
ضمور في العصب البصري. في سؤال اخر يا حسن؟ اه دكتور. ما بتشوفش خالص؟ لا بشوف نور، عبارة عن نور، وبشوف الاشياء بسيط جدا يا دكتور. طيب ان شاء الله اطمن. سهلة، الدكتور بيقول لك سهلة يا حسن. كم سنة؟ انت عندك كم سنة يا حسن؟ عندي 55. هو الضمور حصل يا دكتور نتيجة ضغط العين، ارتفاع ضغط العين. ارتفاع ضغط العين. الف سلامة ليك يا حسن. وبعد اذنك يا دكتور عايز اسال على حاجة بيقولوا عليها طلعت حاليا، العلق الطبي. العلق الطبي طيب. شكرا دكتور. شكرا ليك. اسمعنا عبر التلفزيون سؤال جميل جدا. مش الضمور في حد ذاته بيشوف ضوء يا حبيبي، 55 سنة يعني. ف هي دي برضو سؤال بيجاوب على اللي احنا عمالين نقول فيه من ساعة ما قعدنا. الدكاترة اللي عمالة تعالج وخلاص، واللي بتبدأ بتشخص غلط. هو عنده كان عنده ضغط عين. ضغط عين؟ كان عنده ضغط. هو احنا عمالين ندي في مسكنات عشان الألم بس، لكن الضغط في الآخر وصلنا لإيه؟ اللي حضرتك بتقول عليه، انا عمال اعالج بس ضغط العين، فبديله مسكنات علشان ما يحسش بالالم. بعالج في مرض. بعالج في عرض. بعالج في عرض لكن ما بعالجش في مرض. كويس. الهجمه بفضل الله كان ليها دور. يمكن هو بيتكلم ان هو مثلا بيشوف بنسبه معينه. الهجمه كان ليها دور ان هي عالجت العمى تماما. سبحان الله. العمى النهائي، العمى اللي كان موجود اللي خالص. يعني لو حد وصل لمرحله انه خلاص ما بيشوفش، بفضل الله بتبدا تحسن. عندنا مشاكل في الشبكيه، عندنا مشاكل في الميه اللي على العين، كل ده بفضل الله احنا اشتغلنا عليه من موضعين معينين بفضل الله خاصين بموضوع البصر. ان شاء الله نتائجهم هائله جدا. يعني ممكن الاستاذ حسن او ما يشابه الاستاذ حسن اللي عنده ضمور في العصب البصري يبدا الضمور ده يتحسن؟ مش ممكن يعني. هو اكيد باذن الله. اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى. دكتور حضرتك بتكلم بثقه زياده يعني. انا فرحان يعني ان يعني انا شايف الثقه. والله مش كلام. والله مش كلام، هي التجارب هي اللي وصلتنا للثقه دي. التجارب بفضل الله والحالات اللي موجوده معانا يعني. انا مش من هواه ان انا اطلع بحالات او ان انا الحالات تكلمني يمكن احنا كنا لا ان شاء الله هنجيب الحالات اللي تم علاجها في المركز ان شاء الله. خمس شهور بنطلع ما فيش غير حاله واحده هي اللي اتكلمت، وهو اللي كان مصمم يتكلم. صح. بس لكن احنا الامور المتبعه الناس بتتابعها دي احنا ضدها نهائي، ان حد يتكلم، ان حد لا. احنا ربنا خلينا شغلنا هو اللي يتكلم عنا بفضل الله. ربنا يحفظك. سهل الضمور بفضل الله. احنا قلنا بفضل الله ان شاء الله نشتغل عليه بحاجه. اي ضعف في النظر برضه سهل بتقدر تقويه بفضل الله. اي حاجه خاصه بالبصر ان شاء الله شغلها جدا معانا يعني. قال لك حاله جديده مش عارف بيسموها الايه، العرق، العلق الطبي ده. ده طريقه للعلاج، العلق الطبي يعني. يمكن هم على مستوى العالم كله 7-8 اللي شغالين بيه بفضل الله. بفضل الله يعني بفضل النعمه ربنا احنا يمكن واحد من اللي شغالين بالعلق الطبي. لكن احنا نتائجه حلوه. ما هي الحجامه والابر الصينيه والشغل بتاعنا ما حسسناش بفشل. كويس. عشان نتجه لحاجه اسمها العلق الطبي. تمام. هو وسيله، لكن هي وسيله مختزله لما نحتاجها. مختزله لما تحتاج هتشتغل بيها. احنا يعني لسه ما فشلناش. انت كل ما الطب التجميلي كله حضرتك ان شاء الله شغال بيه عشان تعالى. تنجح مع اي حاله او اي مريض بفضل الله تعالى. في دقيقتين عشان وقت خلص. الاكزيما الصدفيه، البهاء، احنا قلنا هو مرض خلل يصيب جهاز المناعه، اللي يعني بالنسبه للبهاء بيصيب صبغه الميلانين اللي موجوده في الجسم، فبيقل بيزيد البياض عن لون البشره. صح. الطبيعي. بنشتغل احنا قلنا البهاء بنشتغل عليها 3 مراحل، بس الصدفيه لازم ندخل عليها مرحله واحده. الاكزيما عشان اكتر من نوع، عندي اكزيما عصبيه دي اغلس واحده فيهم، بنبدا برضه ندخل عليها مره واحده، بنشتغل عليها بحجامه، بنشتغل بصنيه، بنشتغل بنوع دهان بفضل مضاد حيوي طبيعي جدا احنا عاملينه عن طريق القسط الهندي، بنشتغل بيه كدهان. البهاء برضو عن طريق نوع من الاعشاب من خلايا الارض نفسها، من طين الارض نفسه، بفضل الله عامل الاعشاب عشبه كويسه جدا. النتائج بفضل الله يمكن اللي اشتغلوا معانا حالات صدفيه كانوا نفسيا يعني، كانوا احيانا حاجات ومشاكل وصلت لطلاق والكلام ده. طبعا نفسيا بقى والمشكله الدنيا باظت. فاحنا بفضل الله قدرنا نقف على الحالات دي ونشوف موضوع الصدفيه، الاكزيما، البهاء، امراض بدات الاكزيما اللي تيجي في الراس. اللي تيجي في الراس دي تسبب صلع، تسبب سقوط شعر. صح. برضه الحمد لله قدرنا نقف عليها بحقن سن من النحل، وكانت نتائجها هي اللي بفضل الله. طيب بمناسبه النفسيه بقى اخيرا، النفسيه تلاقي السيده حصل لها نوع من انواع المشاكل في البشره وتساقط الشعر، سواء الرجل او السيده. ايه اللي حضرتك نقول للساده المشاهدين عشان نقدر نحلها؟ احنا في المركز عندنا شغالين برضه، يمكن دي حاجه جديده في المراكز اللي بتعالج
بالطب التكميلي احنا عندنا جلسات استرخاء نفسيه، جلسات نفسيه مع متخصصين. يمكن بيبدا معانا الاول وبعد كده بيقعد مع متخصصين جلسات نفسيه. بعيدا عن ادويه خالص، ادويه الاكتئاب والدبريشن والكلام ده، كل الادويه دي هنبعد عنها. الادويه دي بتاثر علينا نفسيا يعني برضه، مش بتساعدنا بزود. والله ما فيش دواء ما هو هي في دقيقه مش طالع حضرتك، ما فيش دواء، ما فيش حاجه اسمها دواء يعالج الاكتئاب او يعالج الدبريشن. ليه بقى؟ ان هو اي دواء في الدنيا هو بيجيب، اي دواء في الدنيا بيجيب اكتئاب، بس في ادويه المخدرات اللي احنا نقول ده رافع مش عارف صليبه، ده رافع ابو مش عارف مين، يبقى مديله احساس بان انت عايش كده مده 12 ساعه. ده شغله كله على اضطراب في خلايا المخ. يعني المخ النهارده متعصب، هو بيديله يعني متعصب كده، هو بيديله ده عشان يخليه كده. ده وضع مؤقت بيصيب خلايا المخ. لا انت سيب المخ ماشي زي ما هو ماشي، وانت بقى استرخاء طبيعي كده عن طريق تغيير المود. كويس. عن طريق حد حاسس كده فاهم، تغيير المود عن طريق صلاه، عن طريق حديث، عن طريق قران، عن طريق حد فاهم يقدر يتكلم يغير المود. ده يتكلم طبيعي، يتكلم معاك يغيرك. يغير المود طبيعي مش عن طريق ادويه. كويس. طيب ناخد ياسر. استاذ ياسر اهلا بيك. يا استاذ ياسر اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. ممكن اكلم الدكتور محمد بكري؟ طبعا مع حضرتك يا فندم، اتفضل. دكتور السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. دكتور انا عندي تسرب وريدي. تمام. وكنت عملت تحاليل وعملت اشعاعات، التحاليل طلعت ما فيهاش اي حاجه بالنسبه للتحاليل الدهون والبروستاتا. تمام. ورحت كشفت، الدكتور قال لي اعمل لي تحاليل على العظم. تمام. قال لي عندك تسرب وريدي، فجبت علاج اللي هو بتاع هالة فريست. بدون مسميات يعني، مالناش دعوه. اتفضل. اتفضل. جبت العلاج ومع ومالوش تاثير. طيب شكرا، شكرا استاذ ياسر. التسرب الوريدي دي حاله من الحالات اللي اتكلمنا عليها واتكلمنا عليها باستفاضه لما جينا كنا بنشرح منتج العسل. التسرب الوريدي علاج التسرب الوريدي لان هو من مسببات الضعف الجنسي، هو من مسببات الضعف الجنسي، فبالتالي من مسببات العقم. تمام. فلما احنا جينا اشتغلنا على العقم كان من ضمن الحاجات اللي اشتغلنا عليها التسرب الوريدي. كويس. وهو سقوط العضو وقت الجماع. تمام. اشتغلنا عليها بالتركيبه. طبعا هي ليها ثلاث انواع حجامه وثلاث مواضع حجامه في اسفل الظهر، ومميزين جدا ونتائجهم هايله جدا يعني. وبفضل الله بالنتائج يبدا يحس بالتحسن. بفضل الله النتائج هايله جدا، يوصل لمرحله شفاء ان شاء الله. بفضل الله. تمام. بيستخدم بياخد التركيبه اللي احنا مشغلين بيها. تمام. مع الحجامه قلنا ثلاث مواضع في اسفل الظهر بيتعملوا مع الابر الصينيه، نتائج ان شاء الله في اسرع وقت يعني بتعمل. ان شاء الله. الاستاذ الدكتور محمد البكري انا شاكر تواجد حضرتك معانا، وان شاء الله يا رب نسب النجاح. وبنشكر حضرتك على يعني الهديه الجميله ان انت لمده شهر بتستغنى عن اجرك في مقابله الناس والكشف مجاني. ربنا يكرمك. فشكرا ليك. وان شاء الله يا رب كده دايما نفتح كل فرع جديد كده باذن الله. ان شاء الله تفضل طول السنه تدي الاوبشن ده. شكرا ليك يا دكتور. اعزائي المشاهدين، نقدر نتواصل مع الدكتور محمد البكري مركز الحكيم عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. تقدروا تاخدوا الارقام وتعرفوا مواعيد تواجده امتى. شكرا لكل الزملاء خلف كاميرا المخرجين صوت، كل من ادار هذا العمل. تحياتي محمد الدالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.